اسمه مزيان سيزون 5. صباح النور 8:34 دقيقة توت سويت باش نهزكم ونمشيو للعبة اليومية اللي تسمعوها معنا لقيت هذا. انت اللي تسمع فينا في كرهبتك في التاكسي في اللواج في الكاميون في كل وسائل النقل تنجم تشارك معنا يوميا وتربح معنا لي كادو نتاعنا. اللعبة اسمها ليكلاكسون. ليكلاكسون سيمون تسر الفرحاني اصيل القيرواني يعيش في سوسة يخدم لواجيست. افرحوا لي بسيمون تسر. اهلا وسهلا مرحبا. شرنا الكاس عاد ليا يا سيدي. عايشك عايش خويا وانت زاد في محطة الواجد ظاهر لي تو. لا لا تو قدام مراد واضح به. قبل كل شيء ساعه نقص لي في صوت الراديو اللي بحذاك يا سي منصر واسمعني في التليفون باش نسمع بعضنا مليح. انت تخدم على خط شنو بالضبط؟ حمام سوسه قنطاوي. حمام سوسه قنطاوي تحيه الكل اللي يسمع فينا في وسائل النقل. معك ركاب ولا معاك كليون برك وشادد الثنية ولا واقف مقاري تستنى؟ مقاري وحاطة خيب يعني جوك به. ترى سمعنا كلك لكسون العزيزة الغالية سيدي ترى. الله 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 يا سيمون سر أخوي العزيز بشنو جاء لك ثلاثة أسئلة. الاسئله هذوما الاجابات نتاعهم ارقام بيان سور. انت ماكش باش تجاوبنا بصوتك باش تجاوبنا بالكلاكسون اما ما فيها بيس بعد ما تعمل الكلاكسون اعطينا الاجابه باش نفهموا خاطر نجم واحنا نضيعوا هكا تزميره من التزميرات ما نسمعوهاش. داكوردو ثلاثه اسئله باش تفوز معنا بالبوند اشي 50 دينار من هداء فرحه هوم. يلزمك على الاقل يكونوا عندك زوز اجابات صحيحه من ثلاثه. حاضر سيمون تسر. حاضر نبداو يلا. السؤال رقم واحد سؤال سهل جدا. السؤال يقول مؤسسة التلفزة التونسية قدش فيها من قناة تلفزي؟ زوز. شكاولكم يا جماعة شنو ما القنوات التلفزية؟ وطنية الأولى الوطنية الثانية. وانت فين هي اللي تتفرج فيهم؟ ما تفرجش حتى و بور بيانتو هو عندهم برشا قالوا فما وطنية ثالثة. راديو صباح ومن بعد اخويا نمشي نتسكر نرتاح. واضح واضح تلفزيون ماجي سمعها. واضح يا سيدي. دونك الإجابة الصحيحة هي اثنين في انتظار القناة الثالثة اللي باش تكون إخبارية. عندهم برشا من اللي لانسوا البروجي هذايا وإن شاء الله بيانتو نشوفوا القناة الثالثة. 24 إن شاء الله. يعطيك الصحة يا سيمون تسر جواب صحيح. نتعدى للسؤال الثاني كيف كيف باش تجاوبني بالكلاكسون. عندك في السبور تبع شويه اخبار الرياضه ولا؟ ايه مش برشا. مش برشا باهي. نتصور المعلومه هذه عندك على خاطر اخبار ما عندوش برشا تسمى معلومه جديده. المنتخب التونسي لكره اليد تعرف اللي تونس ما زالت استضافت كاس افريقيا لكره اليد مؤخرا. ايه خيب يعني. المنتخب التونسي لكره اليد كمل كاس افريقيا الاخيره في اي مرتبه؟ لا ما عنديش حتى خمم وركز وحاول جاوب. استعين بالكليون. الكليون اللي بحذاك ما يعرفش يا سيمون سر. اسال وس اثنين زوز. ما سمعتش نستنى في الكلاكسون. كملت في المرتبة الثانية. نستنى في الكلاكسون يا سيمون سر. هاي كلاكسون. لا يلزمك تجاوبني بالكلاكسون هذا البرنسيب نتاع لا. ما سمعنيكش. ما سمعنيكش. باهي الإجابة هي اثنين. تونس كملت في المرتبة الثانية. فينال مع مصر. والجواب صحيح. واضح الجواب صحيح. خدمة مسكين وذكري باقي معايا ومضحي. تحية لي تحية لي تحية لي يعطي الصحة. دونك المعلومة صحيحة تونس كملت في المرتبة الثانية وصلنا للفينال مع منتخب مصر وما تمكناش من الفوز. مصر هي بطل افريقيا لكرة اليد. تونس جات في المرتبة الثانية. دونك عندنا زوز إجابات صحيحة نجم نقولوا لك مبروك أما خلينا نفرحوا بك بعد شوية. خليني نكمل لك السؤال الثالث. داكوردو يا سيمون تسرى. سؤال سهل جدا سؤال بشوية تركيز ركز فقط. شهر ماي هو الشهر رقم قداش؟ 20 ماي عيد ميلادي. لحظة بالكلاكسون بالكلاكسون. شهر ماي هذا عاد باش مرادي كامل باش يخرج. ما يسالش خليه يخرج. هي تا سيدي سمعني.
خمسة. خمسة أكيد جدا. جواب صحيح، ألف مبروك يا مستر. مبروك عليك يا سيمون سار لبوند الشاب، قيمة 50 دينار من هدايا فرحة هوم. نجم تعمل ديديكاس للي كليون اللي بحذاك ولاصحابك للاحباب. ديديكاس لاصحابي اللي يخدموا معايا، ديديكاس لجمعيتي لام مستقبل رياضي بالسبيخة اللي في ديرنيير مو في القرعة نتاع كاس جهة الترجي بالسبيخة، ومرحبا بال ويك اليوم زاد مكشخ لمعي مرحبا بالنسبة كلها يا خويا، وبارك الله فيكم يعطيك الصحة وربي يكثر منكم العباد. شكرا، وخلينا نخدم على رواحنا تو بعد نرجعلك بإذن الله. سيدي سامحنا على قلقك خويا، سامحنا عطلناك، لا تجيش تغش علينا سي منتصر ولا حاجة. عايش خويا العزيز، ربي يعينك ان شاء الله. شكرا، تحياتي ليك، تحياتي لكل اللي يسمعوا فينا في الواجهات، اللي يسمعوا فينا في التاكسيات، طريق السلامه للجميع. مرحبا بكم، شكرا لاختياركم، اسمه مزيان.